الرئيس السيسي يفتتح القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ غدا. مجلس الأمن يطالب بانسحاب فوري لمسلح الحوثي من موانئ اليمن. النمسا تعلن رفضها عودة إرهابي داعش إلى أراضيها. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، والبداية من القمة العربية الأوروبية التي تستضيف غدا مدينة شرم الشيخ. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال القمة العربية الأوروبية والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ يوم غد الأحد. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظري أن تضم القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبي العربي والأوروبي على المستوى الرئاسي، وسيطرح المشاركون للنقاش التحديات التي تواجه الطرفين، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك ملفات النزاعات والقضية الفلسطينية. تعد هذه القمة بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حاليا على الساحة الدولية ودورها المركزي في المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية. أعرب الرئيس الروماني الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي كلاوس يوهانس عن تقديره الكبير لجهود الرئيس السيسي والسلطات المصرية لدعم الأمن في منطقة الشرق الأوسط. وفي تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، أكد يوهانس أن مصر تعد عاملا معتدلا ومساهما حيويا للاستقرار في هذه المنطقة. وشدد الرئيس الروماني على أهمية القمة العربية الأوروبية باعتبارها أول اجتماع يعقد بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، فضلا عن ارتباط المنطقتين العربية والأوروبية بشكل كبير، مشيرا إلى وجود العديد من المشاكل الملحة والتي يتعين التعامل معها مثل الهجرة والإرهاب. يتوجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدا إلى شرم الشيخ، وذلك لترأس وفد بلاده في القمة العربية الأوروبية. وستبحث القمة التي ستعقد تحت شعار الاستثمار في الاستقرار عددا من القضايا، منها التعددية والتجارة والاستثمار والهجرة والأمن والوضع الإقليمي. وجه وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العربية الأوروبية. وخلال تفقده مطار شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الوفود المشاركة في القمة، شدد المصري على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لاستقبال الضيوف وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر، وكذلك تكوين فرق عمل من كل الجهات المعنية بالمطار والتنسيق التام لتقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة. السلام تجمع شعوب الأرض. شرم الشيخ قبلة الحالمين. اختارتها اليونسكو ضمن أفضل خمس مدن سلام على مستوى العالم.
لتصبح قبلة أنظار العالم وتستضيف أكبر القمم الدولية والمؤتمرات. شرم الشيخ قبلة العالم. قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في لقاء خاص مع إكسا نيوز إن القمة العربية الأوروبية المقرر انعقادها بشرم الشيخ غدا الأحد ستوفر مساحة طيبة للحوار وتفهم الآخر. هذه قمة تاريخية، أول مرة القادة على مستوى الدول العربية والدول الاتحاد الأوروبي يجلسوا سويا بدون وجود أي أطراف خارجية، يجلسوا على مستوى القيادات ليتحدثوا في أمور تخص الجانبين، قضايا مشتركة، قضايا مهمة دولية أو إقليمية أو غيره. فهي في حد ذاتها قمة في منتهى الأهمية، وبتوفر مساحة طيبة للحوار ومساحة طيبة لتفهم الآخر وتفهم وجهة نظر الآخر. هو الأوروبي بيفكر إزاي في الموضوعات الفلانية، والعربي أيضا بيفكر إزاي بالنسبة لأوروبا. وبالتالي هي قمة هامة من حيث أنها بتعقد لأول مرة. طبعا يعني ليس غريبا على مصر أنها تستضيف هذه القمة. سبق أن لمصر أنها استضافت قمة الأولى الأفريقية الأوروبية أيضا على أرض، وصدفت فعلا على أرض شرم الشيخ أيضا سنة 2000. علاقات قوية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق الأمال المشتركة وصولا إلى السلام والأمن والازدهار في المنطقتين. المزيد في العرض الذي يقدمه الزميل حسام حداد. أهلا بكم حضرات السادة المشاهدين. للعرب والأوروبيين تاريخ طويل غني من التبادل الثقافي والاقتصادي والتجاري والسياسي، هذا بالإضافة إلى القرب الجغرافي. علاقات متطورة وودية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي تقوم على أساس مذكرة تفاهم وقعت في العام 2015. يتم تنظيم لقاءات لمسؤولين رفيع المستوى بشكل منتظم، وتعقد لقاءات وزارية على مستوى وزراء الخارجية كل سنتين. يلتقي سفراء السياسة والأمن الأوروبيين مع الممثلين الدائمين لجامعة الدول العربية سنويا. أما التعاون الإقليمي القوي فهو يعتبر أساسا لإيجاد حلول للتحديات الحالية التي تواجه الدول العربية والأوروبية. تشترك أيضا جامعة الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي في الالتزام بتعزيز التعددية ونظام دولي يقوم على أساس القانون الدولي، ويتعاون الجانبان في التعامل مع عدد من ملفات الأمم المتحدة مثل أجندة 2030 حول التنمية المستدامة. وتحتل أولويات الأجندات لدى الطرفين من العملية السلمية للشرق الأوسط وسوريا واليمن وليبيا والعراق إلى محاربة الإرهاب والهجرة. وتتعاون جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي معا في مواجهة تهريب الأسلحة المحظورة من خلال مشروع يقدر بمبلغ وصل إلى أكثر من 2 مليار يورو. كما تم أيضا إنشاء مجموعة عمل للرقابة على أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة عام 2015. وتلتزم جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بالحرب على الإرهاب من خلال عملهم المشترك لدعم جهود التحالف العالمي ضد داعش. أيضا عمل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012 على دعم مشروع تعزيز قدرات الاستجابة للأزمات لدى جامعة الدول العربية. ويهدف ذاك المشروع، مشروع التدريب حول الدبلوماسية الأوروبية العربية الممول من الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز الحوار بين الجانبين.
أشكركم شكرا جزيلا حضرات السادة المشاهدين، وأعود مرة أخرى إلى زملائي. تناقش القمة العربية الأوروبية العديد من الملفات، وأهمها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وسبل التوصل لحلول أزمات منطقة الشرق الأوسط. المزيد عن جهود مصر في تلك القضايا في التقرير التالي. ملفات عدة سياسية واقتصادية تناقشها القمة العربية الأوروبية الأولى التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهمها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وبحث التوصل لحلول لأزمات منطقة الشرق الأوسط، وهي الملفات التي حققت فيها القيادة السياسية على مدى السنوات الماضية انتصارات كبيرة. ففي مجال مكافحة الإرهاب قادت مصر تلك المعركة منفردة طوال السنوات الماضية وسط إرسال الرسائل بالتحذير من خطر تلك الجماعات على استقرار الأمن والسلم الدوليين، وهي المعركة التي لم تجعل مصر تغفل عن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمواجهة الأزمة من جذورها. لا شك أن الإرهاب بات ظاهرة دولية لها مخاطر متعاظمة تؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمعات، وهو ما يستلزم من الجميع بذل جهود حثيثة وصادقة لاقتلاع جذور تلك الظاهرة البغيضة التي تعد التهديد الأول لمساعي تحقيق التنمية، بما في ذلك تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه، بل وفي حالات فجة تقوم بدعمه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية. أما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية فقد استطاعت مصر أن تمنع رحلات الموت تلك منذ عام 2016، حيث لم تسجل شواطئها أي محاولة لذلك، وهي الظاهرة التي تلقي بظلالها على الأوضاع في أوروبا ودفعت الحكومات الأوروبية طوال السنوات الماضية للعمل على مواجهتها والتصدي لسفن اللاجئين على شواطئها. وكانت الاستراتيجية المصرية للتعامل مع تلك القضية تنبع من مراعاة مبادئ حقوق الإنسان، إذ عاملت مصر 5 ملايين لاجئ على أراضيها كمواطنين عاديين ولم تتاجر بقضيتهم أو تنصب المخيمات على الحدود كدول أخرى بالمنطقة. كما ساهمت أيضا الجهود والمبادرات الوطنية في العديد من الدول الإفريقية في تعزيز التعامل مع تلك الظاهرة، ومن بينها الجهود التي بذلتها مصر، حيث نجحت في وقف أي محاولات للهجرة غير الشرعية عبر شواطئها منذ سبتمبر 2016، كما دخلت في آلية حوار ثنائية مع عدد من الدول الأوروبية لتأسيس تعاون ثنائي للتعامل مع تلك الظاهرة. واتساقا مع السياسة المصرية الخارجية الثابتة إزاء قضايا منطقة الشرق الأوسط بالحفاظ على وحدة الدول ومنع التدخل في شؤونها الداخلية والبحث عن حلول سلمية تحت مظلة الأمم المتحدة لأزمات المنطقة بعيدا عن لغة السلاح، كان التعامل المصري مع تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، وهو التعامل الذي أسفرت الجهود المصرية فيه على دفع خطوات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية ومساندة جهود الأمم المتحدة في اليمن، والعمل عن كثب لنزع فتيل الأزمة في سوريا وتحقيق الهدنة في عدة مناطق سوريا، والمساعدة في توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين. ووسط كل ذلك كانت القضية الفلسطينية في قلب السياسة الخارجية المصرية المستندة على حق فلسطين في إقامة دولتها المستقلة ودفع جهود السلام بالمنطقة عبر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لحل القضايا العالقة بين الطرفين. أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، فتلك القضية هي أقدم صراع سياسي نحمله معنا إرثا ثقيلا على ضمائرنا منذ بدايات القرن العشرين، ولا بد من تضافر حقيقي لجهود المجتمع الدولي لوضع حد طال انتظاره لهذا الصراع وفقا للمرجعات الدولية ذات الثلة والمتوافق عليها، وإعمالا لمبدأ حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
تلك الإنجازات المصرية في ملفات أجندة القمة الأولى التي تعقد بين الدول العربية والدول الأوروبية هي ما تبعث على التفاؤل في خروجها بنتائج إيجابية تنعكس على شعوب الجانبين وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات كافة. الجوار العربي الأوروبي هو جوار تاريخ المنطقة العربية، يعني بتعتبر الشريك الأول لأوروبا. الاستقرار والأمن في المنطقة العربية يتأثر به الأصدقاء والشركاء في أوروبا، وأيضا الاستقرار والأمن في أوروبا يتأثر به المنطقة العربية. بنحتاج في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي الى مزيد من التواصل، مزيد من التنسيق، مزيد من الحوار لإيجاد أرضية مشتركة أكثر من ذي قبل لمعالجة الموضوعات المختلفة ولتطوير التعاون فيما بيننا. أوضح مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ما زالت تمارس سياسة التضليل والتشويش، وذلك لتحقيق مصالح شخصية ومكاسب مادية ليس فقط على حساب من اتبعهم من الشباب بل على حساب الوطن والدين والعالم أجمع. كما أكد المرصد أن شباب الإخوان أصيبوا بالإحباط وذلك بسبب شعارات الجماعة الكاذبة. وأضاف المرصد أن المتاجرة بدماء الشباب التي تمارس الجماعة الإرهابية تؤكد بلا شك مدى وصولية قيادات الجماعة وممارستها الانتهازية، مؤكدا أن الضرر الذي ألحقته جماعة الإخوان الإرهابية بالداخل المصري بخداعها وأكاذيبها لا يبعد كثيرا عن الضرر الأكبر الذي ألحقته ممارسة الجماعة بالإسلام وصورته كعقيدة وسلوك في الغرب. أعلن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين الانتهاء من طباعة عدد 657 بطاقة تعريف لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس، على أن يتم تسليم الكرنيهات ابتداء من الغد بمقر المجلس. وكان المجلس القومي قد وقع بروتوكول تعاون مع قطاع الأحوال المدنية بالوزارة الداخلية، وذلك لطباعة كرنيهات التعريف الخاصة بأسر الشهداء والمصابين. ويتم الاستفادة من الكرنيه بالحصول على خدمة المجلس في مختلف المجالات الطبية والتعليمية والاجتماعية والإسكان والنقل. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار أن القمر الصناعي المصري إيجيبسات إيز يساعد في عمليات التنمية الخاصة من مراقبة المحاصيل الزراعية وتسهيل اكتشافات الأماكن الغنية بالمعادن والتنبؤ بالظواهر الطبيعية، لافتا خلال مؤتمر صحفي إلى أن القمر استغرق 11 عاما من العمل مع الجانب الروسي، مضيفا أنه يعد من الأقمار المتميزة والمتفوقة في المجالات العلمية والبحثية والاستشعار عن بعد. هذا القمر من الأقمار المتميزة جدا المتفوقة جدا في المجالات العلمية والبحثية والاستشعار عن بعد. معلومات بسيطة عنه ان هو بيعمل في ما يقرب من 650 ل 720 كيلو ويغطي معظم مناطق العالم من خط عرض 51.6 شمالا وجنوبا. وزنه أكثر من طن، تحديدا 1150 كيلو. كل المعلومات دي هامة جدا لأنها بتقول القدرة التحليلية للقمر الصناعي 1 متر فوق سطح الأرض لو بنتكلم على صور أبيض وأسود، وأربعة متر لو بنتكلم على صور ملونة. معدل التصوير اليومي حوالي 40 صورة، قطر أو عرض شريحة التصوير حوالي 10 كيلو.
القمر ده وصل بالفعل لمداره بعد اطلاقه بحوالي ساعه و20 دقيقه، وده يعني مقارنه بالاقمار التي كانت تطلق في سابقا على سبيل المثال 2014 كان بيصل في 3 شهور. أكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم تطلع مصر وقبرص واليونان لانعقاد النسخة الثالثة من مبادرة إحياء الجذور نهاية مارس المقبل بأستراليا، واستغلالها في تعزيز العلاقات التجارية والتعاون بين الشباب في البلدان الثلاثة. وخلال استقبالها سفير أستراليا لدى القاهرة، أكدت الوزيرة أن هناك تنسيقا بين القاهرة وكامبرا لتعميق سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم الجاليات. فاز رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أحمد عبد العال بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإقليمي الأول إفريقيا، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها مصر على هذا المنصب، كما أنها المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماعات الاتحاد الإفريقي الأول للأرصاد الجوية. انطلقت بمحافظة الإسماعيلية فعاليات مبادرة نور حياة، وذلك لإجراء الكشف الطبي على المواطنين للحد من ضعف الإبصار وفقدان البصر ومواجهة أمراض العيون. وتستهدف الحملة الكشف على 200 مواطن يوميا وإجراء الكشف الطبي وقياس نسبة السكر والضغط والحصول على العلاج والنظارات الطبية. وأوضح نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر شادي سالم أن الحملة تواصل فعاليتها بالإسماعيلية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وذلك لعلاج مسببات ضعف الإبصار. احنا داخل احد مراكز الشباب مستهدفين قوافل طبية لكبار السن للعمل على كشف المسببات ضعف الابصار، سواء مية بيضاء او بعض المشاكل مثل المية الزرقاء او مشاكل في القرنية او الشبكية. النهاردة بنكشف على اكتر من 200 مصاب، وهيتم تحويلهم الاسبوع الجاي للمستشفيات. القوافل بتتم تنفيذها داخل المحافظه الاسماعيليه على مدار الخميس والجمعه من كل اسبوع، وبيتم تحويل المستشفى الحالات لمستشفى السويس العسكري لتقديم الخدمه الطبيه المتميزه داخل المستشفى. طبعا لما عرفنا نور الحياه جينا اتصلوا بينا بالتليفونات ووصلنا احنا وكشفنا الحمد لله، وهيبعتونا عليه على المستشفى. بالنسبه لي ايه، انت محتاج كشف زياده، يعني الكشف اللي في المبادرة، قال لي لا برضه عايز كشف زيادة هنبعتك المستشفى. والمبادرة جميلة بصراحة وكل حاجة جميلة. أنا بشكر كل القائمين على المبادرة دي، لأن الشعب المصري شعب محتاج قوي المساعدة، وكلنا يعني الحمد لله على كل شيء. حتى مبادرة الفيروس برضه كانت مبادرة جميلة، والشعب المصري كله استفاد منها، ونشكر كل القائمين على المبادرة دي، وعلى نتمنى المزيد من الحاجات دي ومساعدة الشعب كله. تحيا مصر ورئيس مصر والعاملين جميعا على المبادرة. المبادرة خدمت فقراء مصر الغير قادرين، زين، فنحن بنحييكم وبنشجعكم، ويكفينا حتى الأدب، يعني لو الإنسان مريض احترامكم وتنظيمكم يخلينا نرتاح نفسيا. اختتمت فعاليات الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بدار الأوبرا المصرية. شارك في حفل الختام عدد كبير من الفنانين ونجوم المجتمع. يذكر أن الملتقى نظمته مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، واستمرت بمشاركة 36 دولة بفرق استعراضية وفنون تشكيلية وأفلام سينمائية وعروض مسرحية، وذلك بدعم من وزارة الشباب والثقافة والسياحة والهجرة والتضامن الاجتماعي. أشكر ربنا أنه خلاني أو خلى ولادي أحس بيهم بالطريقة دي، أو أني أنا أشوف ولادي دولت الابتسامة على وشهم، بيعملوا مسرحية مع بعضهم من كل الدول. إيه الترابط اللي حصل ده؟ إيه الحالة اللي حصلت دي؟ زي ما بقول على طول، ده مش مهرجان ولا ملتقى، دي حالة حب موجودة في مصر. ده بقى شغل مصر اللي هي بتحضن كل الناس. كنا بقول لك في العربيات المفتوحه، ورحنا 57 3 57، حاله
في حالة حاصلة في مصر يا جماعة، مش عايزين نقول تاني وتالت ان الولاد دول غير قادرين، الولاد دول قادرين اكتر مننا. مبادرة جميلة جدا، وانا من هذا المنبر اقول ليسوا اصحاب القدرات الاحتياجات الخاصة بل اصحاب القدرات الخارقة. الحقيقة سعدت بالحضور، شارك المملكة العربية السعودية عدد من المشاركين، الحمد لله حصل على عدد من الجوائز في الرسم وفي الغناء. الحقيقة فخورين في هذا الملتقى، ينمي التقارب والتفاهم واحترام هذه الفئة العزيزة على أنفسنا. الحقيقة هذه الفئة لديهم قدرات خارقة ولديهم يعني إمكانيات كبيرة يجب أن تبرز للجميع. تحس يعني الإصرار، وأن الإنسان ده أعظم شيء في الدنيا، مهما كان في حاجة ما فيش حاجة هتعيقه عن أنه يقدم فن ويقدم رسم ويقدم صوت ويقدم مزيكا ويقدم كل حاجة، لأن ربنا بيديهم القوة، راح منهم حاجة ربنا بيعوضهم بحاجة. كشفت وسائل إعلام أن فريق إدارة منظمة العفو الدولية كاملا عرض تقديم استقالته بعد أن توصل تقرير مستقل إلى وجود تنمر وتحرش داخل المنظمة. وأوضحت الوسائل أن 7 أعضاء في مراكز قيادية للمنظمة أقروا بوجود مناخ من التوتر وانعدام الثقة، مضيفة إلى أن التقرير أشار إلى وجود أدلة على التنمر والتحرش والتمييز على أساس الجنس والعنصرية في جميع أنحاء المنظمة. أكدت الجامعة العربية أن تمكين المرأة ضرورة عامة وملحة لبناء وطن قوي ومتماسك. وخلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي 5 لسيدات أعمال مصر، أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة السفير كمال علي إلى أن الجامعة العربية سعت إلى تحقيق التضامن العربي تجاه قضايا المرأة في المنطقة، مشددا على أن مؤسسات المجتمع المدني أحد الأضلاع الرئيسية في دفع عجلة التنمية. أعلنت الرئاسة السودانية أن الرئيس عمر البشير عين حكومة جديدة لتصريف الأعمال وحكاما جدد للولايات. وجاء في المرسوم الجمهوري تكليف فضل عبد الله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية وأحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء والإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والعدلة. وكان الرئيس السوداني أعلن في وقت سابق فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة عام وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات استعدادا لترتيب المشهد السياسي الوطني بما يحقق الإجماع والوفاق وتنفيذ الاستحقاقات اللازمة لذلك من تحقيق لطموحات شعبنا وأحلامه في النهضة والبناء والرفاهية، فإنني أعلن الآتي: ألف، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد. ب، حل حكومة الوفاق الوطني. جيم، حل حكومات الولاية. وسنوالي تباعا اتخاذ التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ كل ما ذكرناه. توافد ناخبون في نيجيريا على مراكز الاقتراع لإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتي تم تأجيلها أسبوعيا بداعي الحرص على نزاهتها. وحث رئيس النيجيري محمد بخاري النيجيريين على الخروج والإدلاء بأصواتهم متعهدا بتوفير أمن كاف للانتخابات الرئاسة. وطالب بخاري المواطنين بتنحية الشكوك جانبا وثقة في أن مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة ستكون على مستوى الحدث. ويواجه بخاري رجل الأعمال عتيق أبو بكر في سباق متقارب. We'll be right back.
دعا مجلس الأمن إلى التطبيق الفوري للمرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم والتي تشمل انسحاب ميليشيا الحوثي من موانئ الصليف ورأس عيسى ومن ثم مدينة الحديدة. جاء ذلك ضمن قرار أعدته بريطانيا وتم تمريره بالإجماع، حيث ناشد المجلس جميع الأطراف اليمنية مضاعفة جهودها لإنهاء الاتفاق تبادل السجناء وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة حول تعز. كما أعرب المجلس عن قلقه بشأن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وما يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية. استهدفت مقاتلات التحالف العربي قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة أبين اليمنية. يأتي هذا فيما دارت مواجهات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور في مديرية كشر إحدى مديريات محافظة حجة، ما أدى إلى مقتل نحو 45 عنصر من الميليشيات الحوثية بينهم عدد من القادة الميدانيين. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن قراره بالإبقاء على عدد محدود من القوات في سوريا لا يعني تغييرا لما أعلنه في ديسمبر الماضي، وذلك بشأن سحب القوات الأمريكية الموجودة هناك وعددها 2000 جندي. كان ترامب قد قرر الإبقاء على 400 جندي في سوريا مقسمين ما بين المنطقة الآمنة التي يجري التفاوض حولها في شمال شرق سوريا وبين القاعدة الأمريكية في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن. استهدف الجيش السوري تجمعات وتحركات لتنظيم جبهة النصر الإرهابي بريف حماة الشمالي. وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن وحدة من الجيش وجهت رمايات نارية وصفتها بالمركزة على تحرك لمجموعات إرهابية تابعة لجبهة النصرة، وذلك في أطراف قرية بالريف الشمالي، لافتة إلى أن الرمايات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آليتين إضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم. أكد وزير الداخلية النمساوي أنه لن يسمح بعودة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من حاملي الجنسية النمساوية إلى البلاد، واصفا إياهم بقنابل موقوتة. وأضاف أيضا في مقابلة مع صحيفة نمساوية أن أمر حظر دخول هؤلاء الإرهابيين إلى البلاد يشمل أيضا النساء والأطفال من عائلاتهم، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الحكومات الأوروبية لأن إرهابي داعش يسعون إلى الاستفادة من نظام قضائي حديث وأنظمة اجتماعية جيدة وإنسانية في أوروبا. أعلن القاضي روبرت جي المختص بنظر قضية رشوة قطر لبنك باركليز البريطاني أن الحكم سيصدر في 11 من شهر يونيو المقبل. وأشار في بيان له أن لائحة التهم الموجهة لأربعة مسؤولين في بنك باركليز تلقوا رشوة من قطر ستضم تهمة جديدة وهي التهرب الضريبي، وأن الجلسات المقبلة ستشهد استئناف سماع الشهود في القضية. هذا واعترف الرئيس السابق لبنك باركليز ماركوس أجيوس خلال التحقيقات بأن نسبة العمولة التي حصل عليها رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم مرتفعة عن النسبة المعتادة والتي يدفعها البنك، وذلك للتغطية على رشاوى ورسوم إضافية.
تكبد جهاز قطر الاستثمار خسائر فادحة الأربعاء الماضي نتيجة تراجع حاد في أسهم شركة متاجر سينسبيري. وقالت وكالة بلومبرغ إن الجهاز القطري الذي يمتلك أكثر من 20% من أسهم الشركة البريطانية قد خسر أكثر من 336 مليون دولار، ولا تعد هذه الخسارة الأولى للدوحة التي تساهم في العديد من الشركات التي تواجه وضعا حرجا، ومنها دوتشا بانك الذي هبطت أسهمه بنحو 47% خلال العام الماضي. أمرت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإغلاق جزئي للمعابر الحدودية مع كولومبيا، قائلة إن هذه المعابر تشكل تهديدا لسيادتها الوطنية. وجاء الإغلاق في ظل انتهاء زعيم المعارضة الفنزويلي والذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد خوان غويدو، وذلك من تحضيرات نقل مساعدات إنسانية أمريكية لبلاد غير الحدود الكولومبية. دعت الأمم المتحدة السلطات الفنزويلية لعدم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين بعد مقتل شخصين حاول منع إغلاق معبر حدودي مع البرازيل برصاص الشرطة. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية ستواصل عملها بما يتوافق مع مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلالية، وستعمل مع المؤسسة الفنزويلية لتقديم العون لمن يحتاجون إلى المساعدة. أكد دكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تدعم جهود جميع الجهات الحكومية المعنية بنشاط شركات تداول الحاويات، وذلك لتعظيم عوائد الدولة من نشاط النقل البحري والاستفادة من موقع مصر المتميز في قلب العالم وتحويلها لمركز لوجستي لحركة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع سفير الدنماركي بالقاهرة، والذي قال من جانبه إن بلاده تشجع زيادة تدفق الاستثمارات الدنماركية على مصر من خلال عدد من الشركات الدنماركية والتي يأتي على رأسها من حيث الأهمية شركة ميرسك العالمية للنقل البحري. اتفقت مصر وكوريا الجنوبية على تشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوعات التعاون في مجالات التصنيع العسكري والأنظمة الدفاعية والمنتجات المدنية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار للرئيس الشرفي لجمعية التنمية الكورية المصرية. تناول اللقاء سبل التعاون مع الجانب الكوري في مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا الكورية الحديثة بمصر لتكون مركزا لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والإفريقية. We'll be right back.
نظمت السفارة الأمريكية بالقاهرة ملتقى التوظيف السنوي شغلنا، والذي يوفر آلاف الوظائف بالعديد من الصناعات والمجالات في أكثر من 75 شركة أمريكية ومصرية وعالمية. وأكد القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة أن السفارة الأمريكية ستواصل التعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص، وذلك لتقديم فرص التدريب اللازمة لإعداد القوى العاملة في مصر الوظائف المستقبلية. وجودنا النهارده في معرض شغلنا عايز ان هو واحد من اكبر مؤتمرات التوظيف في مصر، بنحاول ان احنا نعين من خلاله كوادر محترفه في كذا مكان عندنا في الشركه، محتاجين فيه كوادر محترفه، واحنا قاعدين النهارده بس هنا النهارده لان احنا يعني ده البروجرام بتاعنا، وبنتمنى ان احنا نلاقي ان شاء الله الناس اللي تقدر تساعدنا ان احنا نطور الشركه اكبر. يعني انا مبسوط جدا من الترافيك الموجود والعدد الموجود بالنسبه للابليكانس، الناس اللي بتدور على وظايف. احنا اوريدي الابليكانس اللي بيجوا احنا بناخد الداتا بتاعتهم وبنشوف هم انترست في اني بوزيشن عندنا. احنا وادي جروب عندنا اكثر من ديفيجن، عندنا ديفيجن وادي بولتري، عندنا ديفيجن وادي فود، عندنا ديفيجن وادي فيد اعلاف، فعندنا طبعا فيكنسيز كلها ممكن تكفر كل البوزيشنز الموجوده في السوق. فدي كانت اوبورتونيتي حلوه جدا ان احنا نقابل كل كميه الابليكانس الموجوده دي. وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار بسرعة الانتهاء من تنفيذ النموذج الأول لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة كابيتال بارك، وخلال اجتماع مع الفريق المشرف على المشروع وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي. وجه الوزير أيضا باستخدام الخامات والمنتجات المصرية بالمشروع واستخدام النباتات التي تتميز بالاستدامة، موضحا أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة سيجسد حضارة وتقدم مصر، وسيكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية الذكية، مكلفا بالمتابعة الدورية لأعمال تنفيذ المشروع للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة. تفقد وزير النقل هشام عرفات أعمال محطة سمنلوط بالمنيا، كما تابع الوزير التشغيل التجريبي لبرج إشارات مغاغة للسكك الحديدية ضمن أعمال تحديث نظام الإشارات على خط بني سويف أسيوط نجع حمادي بطول 430 كيلومتر وتكلفة 4.2 مليار جنيه. وقال عرفات لإكس نيوز إن المشروع يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات. النهارده احنا الحمد لله ابتدينا التشغيل التجريبي بالنسبه لبرج مغاغه، بعد كده هنروح ناحيه الروضه، وبعد كده بعد فتره هنخش على بني مزار، وبعد كده هنروح ناخد الجزء اللي هو بعد قبل الروضه، وبعد كده هنخش ان شاء الله على القطاع بتاع سمالوط. المهندس اشرف يعني عندنا برنامج كامل اللي احنا نخلص ان شاء الله القطاع بتاع الـ زي ما قلت بني سويف اسيوط على ان شاء الله 30 سنه. دي هتفرق فرق كبير جدا. يعني احنا بالصدفه ان شاء الله احنا يعني متجهين بعد رياده مصر للاتحاد الافريقي، احنا رايحين مؤتمر خاص بالسكه الحديد في جنوب افريقيا، معايا احدى زمايلي من نواب السكه الحديد، هنشرح للمجتمع الافريقي عنده شراهه ان هو يعرف الخبره المصريه واختراقنا لموضوع ميكنه ورقمنه السكه الحديد. فاحنا النهارده داخلين المشروع ده اللي هو الاي اي اس سيستم اللي احنا حضرتك شفت التشغيل التجريبي في محطه مغاغه، هو دي بدايه الديجيتايزيشن او الرقمنه او الميكنه زي ما تسميها للسكه الحديد. أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادي المنظم لوحدة الموارد البشرية والهياكل التنظيمية للإدارات والوحدات، موضحة أن ذلك الدليل يأتي بجانب ما تقوم به وزارة التخطيط من تدريبات مكثفة تمهيدا لتفعيل تلك الوحدات في خلال 3 أشهر. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمتابعة تنفيذ عدد من الملفات المتعلقة بحصر الملف الوظيفي والدليل الخاص بالموارد البشرية، حيث أكدت الوزيرة أن ذلك الدليل سيتم تعميمه على كل الوزارات مرفقا به القرار التنفيذي للوحدة والتقسيمات الفرعية والأعداد المتوقعة في الكيان الجديد. ختام هذه النشرة، والآن تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يفتتح القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ غداً.
مجلس الأمن يطالب بانسحاب فوري لمسلح الحوثي من موانئ اليمن. النمسا تعلن رفضها عودة إرهابي داعش إلى أراضيها. انتهت النشرة الإخبارية. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.